ويلكم يوتيوب، رجعنا لكم بفيديو جديد. والفيديو هو، وقبل ما نبدا الفيديو ما تنساش تنزل تعمل اشتراك للقناه دلوقتي لو انت مش مشترك، وتفعل زر الجرس. فيديو النهارده انا جاي اتكلم على اخر فيديو عمله محمد خالد. الفيديو صراحه حلو جدا، فانا النهارده جاي اتكلم على اخر فيديو عمله محمد خالد، وجاي اتكلم على ايه علاقتي بمحمد خالد. اول حاجه كنت اعمل الفيديو ده على قناه التوزيع وموسيقى انا الصايه دي كل حلواني، اللي بعمل عليها ريمكسات وتعليم شروحات وكلها حاجات تخص الموسيقى، ولكن قلت اعمله على قناه اي بي فيديو اللي بعمل عليها فلوجات وفيديوهات كوميدي وبطلع فيها بوشي. اول حاجه انا بعمل ريمكسات زي اي موزع موسيقي بيعمل ريمكسات على اليوتيوب، ولكن اخترت ان يعملها ليوتيوبر افضل، لان كل الناس اكتريه الناس دلوقتي بتعمل على اغاني ريمكسات. قلت ليه ما اختارش اليوتيوبرز واعمل عليهم ريمكسات، وبدات بزيتش وزد اول حاجه، والحمد لله الريمكس نجح وصل لهم في الفيديو كده، وبعديها جو حطاب، وبعديها كذا واحد كذا يوتيوبر تاني عملت له ريمكس، وسعودي ريبورتز عملت لهم ريمكس وعرضوه عندهم على الانستجرام وعرضوه في اليوتيوب على قناتهم جايب 4 مليون، كذا يوتيوبر تاني عملت له ريمكس. القصه بقى، من اول ما نزلت اغنيه محمد خالد على طول سمعتها كده كم مره، وبعدها ايه الاغنيه الصح عجبتني، فبعديها دخلت على طول على البرنامج وجهزت نفسي وقعدت كده اشوف فكره للريمكس، وبدات اعمل في الريمكس ونزلته بتاع فتره كده بتاع شهرين، وما جابش اي مشاهدات الا مثلا 100 200 كده على حاجه على قد يعني. وبعديها محمد خالد نزل فيديو ردت فعل، فانا افتكرت انه حط الريمكس مثلا او على الاقل شافه او وصل له، فطلع الريمكس ما وصلوش في الفيديو ده، فنزلت في الكومنتات عملت تعليق كده، التعليق ده جاب وصل لاكتر من 100 لايك في كومنتات عند محمد خالد، وحطيت فيه ريمكس، فالريمكس بدا يتشير، اللي هو جمهور محمد خالد بدا يخش على الريمكس وعجبه الريمكس يعني، وبدا يحط لايك واشتراك في القناه وكده، وبدات الناس تقول من طرف محمد خالد، وبداوا عندي يكتبوا في كومنتات كتير من طرف محمد خالد. فانا الصراحه اتحمست جدا اني اكمل في الريمكسات. وبعديها بيوم بالظبط نزلت ستوري عندي على الانستجرام على محمد خالد على ريمكس وكده، حطيت ريمكس وعملت له اشاره في الستوري دي، وهو شاف الستوري. فبعديها بكم يوم بقى اللي هو او شهر كده بالظبط، محمد خالد نزل فيديو اسمه اشتريت بيت احلامي. الفيديو ده نزل على اليوتيوب، فانا متابع محمد خالد انا واخويا، فانا جاي اخش اشوف الفيديو، فاستغربت في نص الفيديو يعني سمعت الريمكس بتاعي، فصراحه اتحمست جدا، والصراحه والريمكس طلع اكتر من مره في الفيديو، طلع حسبتها بتاع 6 مرات، حطوا 6 مرات، وده يدل ان الريمكس عجبه. وشكرا جدا انك حطيت الريمكس في الفيديو، ودي حاجه الصراحه حمستني جدا ان انا اكمل اعمل ريمكسات ليوتيوبر واعمل لك ريمكس على اغانيك الجديده. والريمكس هتلاقوه اسفل الفيديو، قناتي للتوزيع والموسيقى هتلاقوه اسفل الفيديو. ولحد دلوقتي وانا بعمل الفيديو دلوقتي، الفيديو اللي فيه ريمكس بتاع محمد خالد طالع 26 ترند في مصر، دي حاجه حلوه جدا، والصراحه الفيديو جميل جدا، والصراحه عمل فيه ابداع وعمل فيه حاجه جديده، وبدا يصور بالدرون ويعمل لقطات جديده وكده، وبس كده. قناه محمد خالد هتلاقوها اسفل الفيديو، والفيديو بتاع محمد خالد هتلاقوها اسفل الفيديو. دي قناتنا انا واخويا بنعمل عليها فلوجات فيديوهات كوميدي، وقناتي الثانيه تحت في الديسكربشن بعمل عليها ريمكسات وكده. ما تنسوش تشتركوا في قناتين وتخشوا تشوفوا الفيديو بتاع محمد خالد، وبس سلام.